لم يتركوا آلة القتل تنال من أحلامهم. شباب عدن رسموا بعدساتهم ورشاقتهم لوحة استعراضية رائعة على شواطئ مدينتهم. بعد الحرب انتجنا فيلم يسمى بنهوض. هذا فيلم نهوض يعتبر الفيلم الأساسي اللي نحن كنا نحلم فيه عشان نعطي مدينتنا عدن نوع من الرد الجميل. فريق عدن فري ران هو صورة لتحدي شباب عدن لما آلت إليه مدينتهم، ليصنعوا من ركام الشوارع الخالية وجدران المباني المهجورة ساحة لإبداعهم، وليجعلوا منها وسيلة لنشر فلسفة لسرد رياضة الباركور التي يعشقونها والقائمة على تجاوز العقبات وتحديها. تجمعنا الهواية والتصوير والرياضة والسفر، هدفنا هو أنه نسافر حول العالم إن شاء الله، نرفع اسم مدينة عدن عبر فريق عدن فري ران في التصوير وإنتاج الأفلام الباركورية والحركات ونشرها حول العالم. شباب عدن فري ران يطرح رياضة الباركور بشكل جديد ومختلف عنها في العالم، فهم يعملون على إنتاج ونشر فيديوهاتهم الاستعراضية في أماكن شهدت لحظة بلحظة آلام ومعاناة المحافظة وسكانها. هنا محمد بخشم، العربية.